بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. الوليمة وما أدراك ما الوليمة، والفواتح وما أدراك ما الفواتح، والأعراس وما أدراك ما الأعراس. يعني الحقيقة في الولايم وفي الأعراس وفي الفواتح مصائب، مصائب ما منها مصائب. من جملة هاي المصائب هي التبذير. يعني بالفواتح دائما هناك يكون تبذير بالطعام، زين، وهذا التبذير عند اهل البيت مو منبوذ، لو مكروه، حرام، حرام. ان المبذرين اخوان للشياطين، فاذا كنت مبذر فانت الشيطان صار خيك هنا، يعني صار اخوك، يعني انت اخو الشيطان. لا، مو اخو الشيطان، انت شيطان اصلا. اي، فهذا الامر الحقيقة مو مكروه، انما حرام، وما له داعي هذا التبذير. يعني اطبخ، سوي طعام، سوي طبخ، من اللي قال لك لا تسوي؟ جانا فلان لازم كرمه، من اللي قال لك لا تكرمه؟ اجتني ضيوف لازم اعشيها لو غديها بالعرس او بالفاتحة، من اللي قال لك بوي لا تسوي اكل؟ سوي اكل، بس لا تسوي شيء مبالغ به. بمعنى اذا زاد عندك تمن، لو زاد عندك مرق، لو زاد عندك خبز، لو زاد عندك مثلا من هالحواشي هاي، لا تذبها بوي بالزبالة وتترس المزابل بيها، لان هذا الشيء حرام، ما يجوز النعمة تنخلط به وي النجاسات، وي هذا الشيء حرام، حرام، فهموها حرام. وهاي للمناسبات الافراح. اما نداءنا الى شيوخ العشائر، الى الناس المثقفة بالعشائر، يا عمي اتركوا المفطح، اتركوا المفطح، انتم تقعدون بالفاتحة تاكلون كل من يسوي مفطح، وتاكلون المفطح وطايح العالم بالنص. مو هاي الفاتحة بيها منها، قد يكون بها قاصرين، قد يكون بها ناس ما تملك قوت يومها، يجي دق بابة تعالطيني 100,000 وتعالطيني 50,000، والله فاتحة شيخ فلان، لو فاتحة ابو فلان صارت وكذا. وهو هذا همين خطية، اللي يطل 100 ويطل 50 لا يعرف ابو فلان، ولا يعرف بيته، ولا يعرف ليش مات، ولا يعرف شنو سبب وفاته، ولا حاضر اصلا همين بالفاتحة، زين. اما تعال والله ادفع 50,000، ليش؟ لانه فاتحة فلان صارت، وفاتحة فلان شنو اللي صار المكلف بيها؟ يعني اما هسه شخص يموت، ترى هاي بس عندنا، يعني شخص مات راح راح عند الله عز وجل. يعني انا اروح فوق ما هو ميت، يعني انا اروح اطي 50,000، شنو مثلا صدقة؟ شنو مثلا يعني هاي شنو مثلا؟ يعني هسه شخص ارتحل الى رحمة الله، انا اطي فلوس من عندي 100,000 و50,000 المن، يعني هل هي صدقة؟ هل هي شنو مثلا؟ هل هو مثلا هذا الشخص المتوفي ما عنده أولاد، مثلا طالع من الفترة مفقع من القاع على قولتنا، وطالع من القاع وما عنده لا عمام ولا أهل ولا كذا، زين، ماكو مشكلة، خلينا نقول عنده أو ما عنده، عنده أولاد، خلص عنده أولاد، انتهينا. بعد أنا دافع صدقة، هاي شنو مثلا؟ يعني شنو تعتبر مثلا؟ زين، خلينا نقول ما عنده أولاد وطالع من فترة القاع مثلا، يعني تمام لو لا؟ زين، يطالع من فضل القاع، ليش انا اسوي فاتحة واسوي كذا واسوي استخلاف ونهي الموضوع؟ زين، ليش ظلت تفكرون بالطبخ وتفكرون بالخرفان؟ تعالوا اذبح كذا خروف، واذبح كذا عجل، واذبح كذا كذا، والقرآن الكريم نسيتوه، تشغيل القرآن الكريم، سماعات القرآن الكريم نسيتوها، كانت بالفواتح ب 2007 و2008 و2006 و2009، حتى بهاي السنين كنا من نروح للفاتحة، طبعا أنا أقصد بالعراق، يعني من كنا نروح للفاتحة كان صوت القرآن الكريم، صوت كلام الله يجعجع على قولتنا، زين، يجعجع، يعني صوت عالي، يعني أنت الحقيقة من تدخل تحس بشعور، شعور يعني روحاني، اللي دريش نقول هسه شو، من تدخل للفاتحة وتقعد هم غيبة وهم كذب وهم تصنيف وهم قالات، فوق هاي كلها ياكل المفطح ويمسح يده بالقاع، وحتى ما يقرأ الفاتحة، يدير وجهه ويمشي، وطيح براس من هاي الأكل والعزوبية، ذولا الفواتح يعزبون براس غيرهم، بمعنى شنو؟ بمعنى جيب بحيج، حط جدر وحط مفطح، وجيب المرق وجيب الخبز، وهذا شي شوف لان حطوا له صيد أبو حديها. يا عمي ما يصير، عمي خلوا الله فوقكم، انتم مسلمين لو مو مسلمين،
انتم تتبعون الله الا ما تتبعونه؟ مو الله سبحانه عز وجل يقول المبذرون اخوانا للشياطين؟ يا اخي مو لا هيك، مو هيك يعني. زين هذا المقروض اللي ما عنده شنو ذنبه بالله يعني؟ من مسبقين بالباب حتى لا يشرد. تعال تعالوا اعطينا 50,000. ليش ابو فلان مات؟ وابو فلان شنو صار فاتحته؟ طبخه الصواني، ونحطت الصواني وكل صينيه بيها 40 كيلو لحم تقريبا. إلين هاي مبالغه، مبالغه مو مني، مبالغه منهم. وهاي الصوره بينا خير دليل يعني على هذا الشيء. صح احنا ما نقول الفواتح العراقيه يسوون هيك يعني، هذا التبذير هو وين ما كان، بس احنا مسلمين، احنا مسلمين، احنا لازم نقتدي بنبي الاسلام محمد صلى الله عليه واله واهل بيته الطاهرين، والقران هو دستور المسلم، فاتبعوا القران واتبعوا محمد وال محمد، وشوفوا هذا الميت اذا مات شغل لي خدمه سووا له. اذا قال النبي محمد طبخوا الولايم، طبخوا الولايم. اذا قال بويا خلي الصواني مال تنفطح وكل شيء خليه خلي الصينيه ويقابلها، ماكو مشكله، بس اتبعوا منهج الله ومنهج محمد وال محمد وبراحتكم انتم. يدري سووا سووا، شوفوا شنو اهل البيت، تابعوا سيرته للبيت. الرسول محمد صلى الله عليه واله يقول اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من 3: صدقه جاريه، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. خلاص يا اخي، عنده ولد صالح يدعو له، عنده صدقه صدقوا له، عنده علم نشروا له. انتهينا. بعد اكو بعد اكو شيء ثاني بعد، ما قال لك تروح تجيب الولايم وتسطرها وهاي المقاريد خطيه اهل الفاتحه شو اسمه؟ مو انا محروق قلبي، محروق قلبي عليهم. يعني دائما التقي بناس تشكيلي من هذا الموضوع، فنداءنا لشيوخ عشايرنا الافاضل جزاكم الله خير الجزاء، اتبعوا اهل البيت، اتبعوا الرسول محمد صلى الله عليه واله وال محمد عليهم السلام، واتبعوا رسالتهم وسيرتهم حتى يتضح لكم منهج. إذا طبقتوا منهج أهل البيت ومنهج القرآن الكريم وسيرة الأئمة الطاهرين، والله العظيم حتى الله يزيل عنكم البلاء ويوفقكم. وهاي هسه النوف شمال، هسه ما نتحدث عن الدقات الجاهلية، ما أقول العشائرية، هسه على جنب مخليها. زين على مود طل، على مود طلي، على مود بزونه، على مود تكرم يكرم السامع كذب. قبت العشاير واحترقت الدنيا والرصاص دق، وهاي العالم المساكين هم طايحه بيها. كم واحد مات بسبب الرمي العشوائي؟ طبعا تحدثت عنه في موضوع سابق بخصوص الفواتح والاعراس والرمي العشوائي. يا عمي مو تعبنا، والله العظيم تعبنا، احنا بيا حال وانتم بيا حال. زين انتم من الصومون ما تحسون بالجوع؟ زين الله سبحانه عز وجل مو جعل الصيام فقط يعني طاعة، انما هو احساس لازم تحسون. الله عز وجل عندما جعل شهر رمضان المبارك هي طاعة لله واحساس، لازم تحس انت من الجوع. الله سبحانه وتعالى يقول لك حس، شفت هسه جعت شلون جاي تحس بجوعك وألمك من الجوع؟ حس همينا بالناس هاي الجوعان، هاي الفقراء الناس، حس بيها اللي هي ماعتها. فأنت من الجوعان وأثر وبين بي، خلينا على قولتنا بين بيك الجوع زين حتى تحس همينا بالناس هاي الجوعانة. أنت جن الشبعان وهسه جعت، فانتم من 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 تطبخون هاي الولايم وكلها وتعرضونها على وسائل التواصل الاجتماعي. ادري ما يعني هاي الناس يعني الفقره اللي هي ما عندها امكانيه تشتري هذا تشتري هاي الـ 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 اللحم والدجاج وغيره من الامور اللي انتم تجيبونها. يعني الناس اللي ما عندها ما راح يحترق قلبها. زين مع ذلك ان انتم من تسوون هاي الولايم والشغلات والمفطاح والفواكه والسمك، وابو فلان ما ياكل لحم جيبوا له سمك، وما ياكل هذا السمك عظام بيجيبوا له دجاج، وما ياكل الدجاج لا ياكل بصل الدجاج، وعوفك من هاي كله جيبوا له فواكه، هذا ما ياكل هاي اللحومات كلها جيبوا له برتقال وموز ومدري كذا. اي زين مع ذلك اللي يزيد من عندكم ليش تذبونه بالزباله؟ زين هذا التمن الزائد، مو احنا ستونا نجي نحكي على التبذير.
التبذير الزايد هذا، انتم ليش ما تعالجون هاي المشكله؟ هم ماكو مشكله يا اخي، اطبخ. هسه راح يجيني واحد يقول لي هسه خاف فلان من نالوم، من قايل له يجوز. ماكو مشكله ابوي، هو اللي قايل لك يجوز، يجوز على عواهنا، يعني يقول لك تعال يجوز، وهذا هو غير له فد ضوابط له فد كذا، ما يخالف بو يجوز، اطبخ ولايم على ما قال الله، بس عسى ما تترس لك لوريات تمن. زين هاي اللوريات التمن انت بعد ما تقضي حاجتك من العتل ليش تذبها بالزباله؟ اي ما توزعها لهاي الناس الفقراء، الناس اللي ما عندها، الناس اللي هي تنام جوعانه، تنام جوعانه، ليش ما توزعها لهاي العالم على الاقل تم تستثاب بيها؟ وهم اذا كان عرس هم يدعون للميت العفو، اذا كان عزاء فاتحه هم يدعون للميت بالرحمه، واذا كان عرس هم يدعون لكم بالتوفيق. وهم انت الافضل من هذا كله تكسب بيهم اجر امام الله عز وجل، احسن ما انت تاخذه وتذبه بالزباله. زين لو لا، وهي معروفه هسه حاليا هسه 2021 معروفه، الكل يسمع، اذا كان عراقي يعرف انا شنو جاي اقصد. زين التمن احنا مرات تصير مناسبات اعراس او فواتح نمرق عليهم طريقنا، نشوف التمن صاير اطنان بالزباله، وي الحفاضات، وي الزباله، وي النقاسه، وي ليش مو هاي، ليش بابو هيك، ليش تجي الكلاب تغوط عليه، وتجي البزازين، وتجي المذي، يعني ليش يا اخي؟ مو هاي حرام، مو اهل البيت ما يقبلونها يا عمي. اذا انت تتبع منهج علي بن ابي طالب اقرا نهج البلاغه شوف ايش يقول. انت لو قرات بنهج البلاغه راح تكفر بالعشائر هاي، وتكفر بتقاليد العشائر كلها اذا طلعتوا على نهج البلاغه، اذا طلعتوا على سيره الائمه الطاهرين، اذا عوفك من الشوف، اذا اتبعت بس القران الكريم عرفت منهجه، قران وتفسير. فستقول لك انا افسر؟ لا، راجع القران الكريم وراجع تفسير الميزان لمحمد حسين الطبطبائي. اذا عندك فد اشكالات بالايات القرانيه ما تفهم معناها راجع شوف، اعتمد بس ذني تفسير الميزان والقران الكريم. يلا اذا انتم مسلمين، اذا انتم شيعه، اذا انتم شيعه اقروا نهج البلاغه، شوفوا بالله هذا موجود عند علي بن ابي طالب؟ ما موجود. اذا انتم مسلمين شوفوا هذا الكلام. طبعا هذا الكلام هسه مو خاص بس بالشيعه، هسه احنا التقينا للسنة وشيعه، للسنة وللشيعة. هسه هنا بويا التبذير حرام، التبذير حرام يا سنتها يا اخو يا اهل السنة ويا اهل الشيعة، سمعوا التبذير حرام، ما يجوز هذا الامر لا عند الله ولا عند محمد ولا عند آل محمد. وكلام السنة اذا انتم تفعلون هذه الامور اطلعوا على القرآن الكريم، اقروا القرآن الكريم زين، واقروا تفاسير اللي هي موجودة عندكم، شوفوا المقصد مال الله عز وجل في كلامه ماذا يريد. وانتم بويا همينا يا شيعة آل محمد اقروا همينا بويا نهج البلاغ، اقروا سيرة الائمة الطاهرين. هل الامام المهدي يقبل في هذا الامر، في هذا التبذير يقبل؟ لو كان موجود كان يقبل بهذا التبذير؟ مو علي بن ابي طالب كان يشد بطنه من الجوع ويروح يطعم المسكين. هسه كل من حسله صاير شكبراته، انتم وينكم وين علي بن ابي طالب؟ والله العظيم براء منكم علي بن ابي طالب، بس بعد كم يوم من تطيحون مرضى وتنسلون وتكبرون وتصيرون تمشون على عكازه، النوبه كلش ترحون 14 حجه و14 الف عمره و14 الف زياره، وكنت في العتبه وكنت في مكه وكنت في... وين كنت يا ابويا قبل مكه وقبل شهر؟ من صرت 90 سنه عرفت الله وعرفت محمد وال محمد، وانت كنت بشبابك بالخمسينات والستينات كنت ناعل سلف العالم. فهذا ندانا، نسأل الله ورسوله التوفيق، ونسأل الله بحق محمد وآل محمد أن يكفينا شركم ويجعل كيدكم في نحوركم، ونسأل الله بحق محمد وآل محمد أن يرفع هذا الوباء عن جميع المسلمين من أخواننا أهل السنة والجماعة وعن شيعة آل محمد عليهم الصلاة والسلام. شيعة آل محمد أقصد المخلصين من شيعة آل محمد الذين يتبعون آل محمد قولا وفعلا، وكذلك من أخواننا أهل السنة الذين يتبعون سنة رسول الله محمد صلى الله عليه وآله. وأنا يعني قال في مقولة أعتقد عند أهل السنة والجماعة، يصحح لي السامع من أهل السنة، أنه يقولون يا من تدعي محبته أين أنت من سنته؟
فإذا كانت إخوان أهل السنة يتبعون سنة رسول الله محمد صلى الله عليه وآله، فنسأل الله ورسوله لهم التوفيق والصحة والسلامة، وأن يرفع عنهم هذا الوباء بحق محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.